قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيلدين غريفيث، قالت إن واشنطن تجري مشاورات سياسية مع كافة الأطراف السورية لإيجاد حل سلمي للأزمة المستمرة في البلاد منذ 9 سنوات. في عودة أمريكية للمشهد الدبلوماسي في سوريا، كشفت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث أن بلادها تجري مشاورات سياسية مع جميع الأطراف لإيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ 9 سنوات. المسؤولة الأمريكية طالبت بوقف التصعيد في سوريا والحد من الحرب التي تشنها القوات الحكومية داعية لإيجاد تسوية سياسية في البلاد. وكانت قد اتهمت واشنطن الحكومة السورية بتعمد تأخير صياغة دستور جديد، وذلك في مسعى منها لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021 وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق دعا نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعه لمنع الحكومة السورية من عرقلة الاتفاق على دستور جديد، مشيرا إلى أن الحكومة السورية ما زالت غير مستعدة على الإطلاق لإجراء انتخابات حرة ونزهة تشمل مشاركة السوريين في دول الشتات. ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، يبقى السؤال الذي يتبادر إلى أذهان السوريين هو كيف سينعكس فوز أي من المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب على الوضع في سوريا. ويرى مراقبون أن سوريا بحد ذاتها لا تمثل أولوية استراتيجية للسياسة الأمريكية، ولكنها مهمة لعدة ملفات في منطقة الشرق الأوسط ذات الأولوية للولايات المتحدة، وهي باختصار الملف الإيراني وملف الإرهاب ووجود أمريكي لأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا. مباشرة ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جبرييل صوما، بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب. دكتور جبرائيل، مرحبا بك. ما الذي نفهمه من هذه التصريحات الأمريكية الجديدة حيال الأزمة السورية؟ والأزمة السورية لم تجد حلا إلى الآن، والولايات المتحدة ترغب في أن يبدأ مجلس الأمن الدولي بإيجاد حلول سلمية للوضع في سوريا. هي مأساة كبيرة حصلت في سنة 2011، أمريكا تدخلت عسكريا سنة 2015 على أساس أن المشكلة يمكن على أساس وجود داعش بالدرجة الأولى، ولكن قضي على داعش ولا تزال القوات الأمريكية موجودة هناك بسبب وجود النفط، الذي إذا انسحبت أمريكا في الوقت الحاضر يمكن أن تعود داعش وتبدأ من جديد. فإذا الدبلوماسية الأمريكية في الوقت الحاضر ترمي إلى تشجيع مجلس الأمن الدولي على إيجاد حلول سلمية وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن، قرار رقم 2254. طيب، أمريكا الآن تدعو لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، برأيك ما التفكير حيال إدلب التي تنشط فيها تنظيمات مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي؟ ما التفكير الأمريكي حيال منطقة شمال وشرق سوريا حيث تتواجد القوات الأمريكية ولا أفق واضح لانسحابها؟ صح، هناك دولا تدخلت في سوريا، الجيش الروسي موجود، إيران موجودة، تركيا موجودة هناك، والجيش الأمريكي موجود هناك. لذلك أجد أن هناك صعوبة كثيرة لحل الأزمة السورية ما لم تتفق هذه الدول على أن تنسحب أو تسحب قواتها، وبصورة خاصة القوات الإيرانية التي تتغلغل في سوريا بشكل كبير، وكذلك تتغلغل في العراق ولبنان. هذا يشكل تهديدا لأمن المنطقة وتهديدا للقوات الأمريكية ولحلفائنا وشركائنا في المنطقة. طيب، كيف تتابعون التصريحات الغربية والأمريكية حيال مسألة اللجنة الدستورية في سوريا؟
يبدو أن الحكومة السورية تعرقل مسار هذه اللجنة. كان من المفترض اللجنة أن تقوم بأعمالها منذ أن تم تشكيلها، ولكن للأسف الشديد يبدو أن النظام السوري يعرقل مهمة هذه اللجنة. نأمل بأن تبدأ اللجنة عملها جيدا وأن تتخذ قرارات حاسمة بشأن الدستور السوري. وبصورة خاصة علينا أن نذكر أن هناك انتخابات قادمة في العام المقبل. نعم، طيب، الحديث يدور أيضا عن ضغوط روسية على الحكومة السورية للانخراط بالعملية السياسية. أعتقد بأن هناك نوع من التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا حول هذه المسألة. من الطبيعي جدا أن يبدأ النظام السوري بمسألة حل المشكلة في سوريا. لا يمكن البقاء على الوضع كما هو في الوقت الحاضر، لأن الأنظمة التحتية في سوريا تدمرت. الشعب السوري حوالي 12 مليون مشرد، قسم كبير منهم في أوروبا والقسم الثاني في دول الشرق الأوسط وفي داخل سوريا أيضا. لذلك يجب على النظام أن يبدأ جديا بالعمل على تسوية الخلافات وحل النزاع بصورة سلمية. لا أعتقد بأن الجيش السوري قادر على إيجاد حل عسكري في الوقت الحاضر للمشكلة في سوريا. طيب، الحديث يدور أيضا عن أن واشنطن طلبت من بيدرسون المبعوث الأممي الخاص لسوريا أن يتم فتح مسارات أخرى للعملية السياسية بسوريا بدل المسار الدستوري الحالي. هل هذا برأيك قابل للتطبيق؟ هذا ممكن تطبيقه، لأنه إذا جمد عمل اللجنة الدستورية يعني لا يمكن تجميد حل المشكلة في سوريا. إذا كان المجلس الدستوري أو اللجنة الدستورية لم تقم بأعمالها كما يجب، هذا لا يعني بأننا سوف نتوقف عن إيجاد حلول سلمية للوضع السوري. لذلك أعتقد أنه من الضروري جدا متابعة المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا على إيجاد حل سلمي، والولايات المتحدة تشجع ما تقوم به روسيا في الوقت الحاضر من الضغوط على الرئيس الأسد في إيجاد تسوية سلمية للبلد. هل ثمة خلافات كبيرة بين نظرة المرشحين الرئاسيين الآن للبيت الأبيض حيال مسألة الأزمة السورية دكتور جبرائيل؟ كما نعلم الرئيس أوباما آنذاك كان جو بايدن نائب للرئيس، هما الذين يعني إدارة أوباما هي التي قررت إرسال الجيش الأمريكي إلى سوريا. كان يعني المفروض من الجيش الأمريكي أن يقوم بعملية القضاء على داعش، ولكن هذا لم يتم على أيام الرئيس أوباما، إنما تم على بأوامر من الرئيس ترامب. أتذكر جيدا عندما كان مرشحا سنة 2015 و2016، وكنت عضوا في الحملة الانتخابية لترامب، كان دائما يقول بأننا سوف نقضي على داعش، وهذا ما فعله سنة 2017. اليوم داعش غير موجودة في سوريا من ناحية الجغرافية التي كانت تحتلها داعش، ولكن هذا لا يعني بأن داعش قضي عليها، لأن داعش هي أيضا بالإضافة إلى وضعها العسكري كقوة عسكرية هي قوة إيديولوجية، ويوجد عدد كبير في دول العالم الإسلامي ممن يشجعون أو يؤمنون بما تؤمن به داعش. ولذلك نحن في الوقت الحاضر الجيش الأمريكي موجود لعدم السماح لداعش بالدخول إلى المناطق الشمال وشرق سوريا. يعني هاي النقطة مشتركة ما بين الرئيسين سواء كان ديمقراطي أو جمهوري الآن، مسألة البقاء في شرق سوريا لضمان عدم عودة الإرهاب، وماذا عن مسألة الضغوط الأمريكية على روسيا لدفع الحكومة السورية للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
يجب أن يبقى البحث السوري الأمريكي الروسي في هذه المسألة. لا يمكن حل المشكلة في سوريا وبصورة خاصة حل مشكلة النظام السوري ما لم تساعد روسيا على إقناع الرئيس بشار الأسد بإيجاد مسار سلمي لحل المشكلة. في الوقت الحاضر روسيا تبحث مع بشار الأسد في هذا الخصوص، والولايات المتحدة تؤيد وتشجع روسيا على هذا المسار. طيب، ختاما اليوم الحديث يدور على أن عقوبات قانون قيصر ستبقى مفعلة بغض النظر عن الفائز في الوصول إلى البيت الأبيض، فيما لو كانت أمريكا ماضية في سياسة العقوبات، ما الأوراق المتبقية لدى دمشق برأيك دكتور جبراي؟ بالنسبة لدمشق، يعني منذ اليوم الأول لقيام الثورة ما يسمى بالربيع العربي سنة 2011 إلى الآن، يعني سوريا النظام السوري خسر كثيرا. أولا على صعيد الخسائر البشرية، مئات الألاف من السوريين قتلوا في هذه الحرب، هناك أكثر من 1,000,000 جريح في سوريا، هناك كما ذكرت أكثر من 12 مليون مشرد. يعني ماذا بقي للنظام؟ حتى لو اعتقد النظام بأنه سوف يفوز في النهاية، ولا أعتقد ذلك، ولكن ماذا استفاد النظام من كل ذلك؟ سوريا مدمرة في الوقت الحاضر، وأصبحت شبيهة بدولة من دول العالم الثالث. لذلك على النظام أن يقتنع بأنه لابد من إيجاد تسوية سلمية لهذا النزاع، والولايات المتحدة تشجع روسيا على إقناعه بهذا المسار. يبدو بأن لدي دقيقة نستفيد فيها مع حضرتك دكتور جبرائيل، والحديث عن المساعي الأمريكية لإعادة هيكلة ما تسمى بالمعارضة السورية وإشراك مجلس سوريا الديمقراطية فيها، ما كيف تنظرون إلى هذه المعلومات؟ صح، الاتفاقيات التي حصلت بين إيران وروسيا وتركيا حول تأمين المجلس الدستوري أو اللجنة الدستورية أبعد الولايات المتحدة عن ذلك التفاهم. الولايات المتحدة تريد أن تكون جزءا من الحل السياسي في سوريا، وأعتقد بأن هذه سياسة الرئيس ترامب، على الرغم من أن ترامب يريد أن يسحب الجيش الأمريكي من هناك، ولكن الوضع في الوقت الحاضر الإقليمي هي يتطلب بقاء قواتنا في المنطقة، وبصورة خاصة نتيجة للضغوط الداعشية في المنطقة وفي بيان موقع من الرئيس ترامب كان يتحدث أيضا عن مساهمة الانتهاكات التركية في تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر، الحروب التي قامت بها تركيا أيضا وتم التمديد لمدة عام، أليس كذلك؟ تركيا تشكل تهديدا لما يحصل اليوم في سوريا وفي العراق أيضا، الهجمات التي تقوم بها القوات التركية في سوريا وفي العراق وكذلك في منطقة أذربيجان وأرمينيا أرتساخ، هي يعني موضع الولايات المتحدة تجد صعوبة في تقبل هذا النوع من التدخل التركي. نجد تركيا مثلا في علاقاتها السيئة مع جيرانها في اليونان وقبرص وكذلك في ليبيا، لها مشاكل مع أوروبا صح، لذلك وكذلك لها مشاكل كبيرة مع الولايات المتحدة على صعيد الاس 400 التي اشترتها مؤخرا في العام الماضي من روسيا، وبدأت تفعل هذه المنظومات الصاروخية منذ حوالي 3 أسابيع. إلى الآن هذا موضع قلق لدى الولايات المتحدة، يعني يتصرف أكبر من قدرته العسكرية أردوغان وأكثر من قدرته الاقتصادية. الاقتصاد التركي في انهيار كبير، الليرة تفقد قيمتها، ولا أعتقد بأن بإمكانه أن
أن يبقي الوضع كما هو عليه وأن يزيد من تدخله في شؤون سوريا العراق وفي بقية الدول المجاورة. شكرا جزيلا لك ضيفا كريما من نيوجيرسي الدكتور جبرائيل صومة، بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب. شكرا جزيلا، وشكرا لكم لكرم المتابعة. إلى اللقاء.